وانضم إلينا عبر تطبيق زوم من بغداد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية ومدير عام الهيئة العامة للري والاستصلاح الدكتور خالد شمال. الدكتور خالد، مساء الخير، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. يعني سمعت التقرير، كيف تنظر لمخاوف أهالي الأهوار؟ يعني رغم وفرة الأمطار هذا الموسم، لكن القلق يساورهم مما فرضه الجفاف على حياتهم. مساء الخير عزيزي، تحية لحضرتك ومشاهدي الكرام وشكرا لهذه الاستضافة، وأكيد القناة الحرة من القنوات السباقة للتعامل مع المشهد العراقي بكل تفاصيله، وأعتقد ملف المياه من أهم الملفات اللي ممكن أن تتناولها القنوات الفضائية الهادفة مثل قناتكم الكريمة. فيما يخص يعني الأهوار، مثل ما تعرف حضرتك والمشاهدين ومعظم المختصين، الأهوار عبارة عن نظام يعني بيئي وهيدرولوجي واجتماعي واقتصادي وثقافي وتاريخي، وليس حوض لتجميع المياه فقط. فيما يخص الأهوار العراقية، هي أراضي ذات طبيعة مميزة، أراضي رطبة، ترتبط بعاملين مهمين، هو عامل يعني الحياة الاجتماعية البيئية، والعامل الآخر هو المياه اللي يفترض أن تغذي هذه الأهوار على مدار السنة. الإشكالية الموجودة بالأهوار حقيقة أن الأهوار تحتاج إلى تصاريف واضحة وثابتة للحفاظ على نسب محددة من الغمار أو على أقل المساحات، على الرغم من أن الأهوار مساحتها متغيرة ترتبط بالمواسم، فتجد الأهوار في موسم معين ضمن مساحة محددة، وفي حين في الموسم الآخر مساحة أقل أو أكثر حسب الموسم. الأهوار المياه الموارد المائية العراقية يعني ملف شائك ومعقد، إذا ما عرفنا أنه 70% من إيرادات العراق تأتي من خارج العراق، من دول المنبع اللي هي يعني تركيا وإيران، بالإضافة إلى سوريا كدولة مرور لنهر الفرات. 30% فقط من الإيرادات المائية من داخل العراق. عندما نتكلم عن 70% من إيرادات العراق هي إيرادات خارجية، نفهم أنه 50% من هذه الإيرادات تأتي من تركيا، و15% تقريبا تأتي من إيران، و5% من خلال سوريا. هذا يعطيك دلالة واضحة على أنه تأثير سياسات المائية لهذه الدول يؤثر بشكل أو بآخر، نعم، وكبير جدا هذا التأثير على 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 الإيرادات المائية. هذه الدول قسم منها قامت ببناء سدود كبيرة، قامت بتنفيذ مشاريع إصلاح كبيرة، نعم، أثرت على الإيرادات المائية. أيضا جنابك تعرف من القنوات اللي هي قناتكم، قنوات يعني من القنوات اللي ذات الطبيعة الدولية، ايضا عندنا موضوع اخر مهم. عندما اتكلم عن مياه تاتي من دوله اخرى، اتكلم عن دبلوماسيه، اتكلم عن ملف سيادي، وهذا الملف السيادي العراق، الحكومات المتعاقبه بالعراق منذ تاسيس الدوله العراقيه 1921 عزت على انه تبرم اتفاقيه ملزمه لتركيا او لايران لمنح العراق حصه مائيه عادله بموجب استحقاق. طيب من الحل في هذه الحاله يعني دكتور خالد؟ يعني أنا أعتقد حق منصوص، نعم، عليه بحكم يعني اتفاقيات الدول المتشاطئه. يعني هل هو خلل في نشاط وفعالية الدبلوماسية العراقية؟ هل هناك من وسيط دولي يمكن اعتماده، تحكيم دولي؟ بالأخير هذول الناس يعني لازم تنحل مشكلتهم. صح، يعني شوف أستاذ العزيز، بالنسبة يعني لأهلنا يعني أعمامنا وأخواننا بمناطق الأهوار، وهم جزء مهم من تاريخ العراق ومن شعب العراق، وهم أصول للحضارة العراقية، حقوقهم التاريخية يجب أن لا يتم غبنها. يعني الملف المياه مثل ما قلت لحضرتك، وملف مثل ما ذكرت جنابكم بالتقرير، هو ملف سيادي. اعتقد الان الفرصه مؤاتيه لدفع هذا الملف الى الـ الى الـ الى الـ الى الحد الاعلى من المطالبه بالحقوق التاريخيه للعراق بمياه نهري دجله والفرات وبالروافد الشرقيه. اعتقد اليوم امامنا فرصه تاريخيه بوجود ثلاث شخصيات اساسيه تتصدر المشهد السيادي العراقي، هي معنيه بالجانب الهندسي وجانب المياه والزراعه. يعني فخامه رئيس الجمهوريه هو يعني كان وزير السابق للموارد المائيه، وهو مختص باداره المياه والبيئه. ايضا يعني دوله رئيس مجلس الوزراء هو مختص ويحمل شهاده عليا بالهندسه الزراعيه ومعني بالموارد المائيه والزراعه وداعم لهذا الجانب. ايضا سياده رئيس مجلس النواب مهندس مدني ومختص باداره المياه. اعتقد هذه التركيبه من القرار السيادي بالعراق ممكن استثمارها لدفع الجانب التركي او الجانب الايراني للانصات بشكل واضح أن العراق على مرحلة الخطر. ومن أتكلم عن مرحلة الخطر، أتكلم عن 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 سياسات قد تدفع بنهر دجلة والفرات
الى مناسيب صعب تامين مياه الشرب من خلالها. احنا مثل ما تعرف مرينا بالثلاث سنوات جافه، سنوات اللي هي يعني 2021 و22 سنوات كانت جافه والايرادات ناقصت، ولولا ان سنه 2019 كانت سنه فيضانيه والوزاره في وقتها ملأت سدودها وخزاناتها والى الان تستخدم هذه المياه، والا الايرادات المائله تاتينا ايرادات يعني ضعيفه جدا، وما نزال الى اليوم واضح. نستنزف من الخزين اكثر من الايرادات اللي تردنا. ايضا شيء مهم اخر ممكن يدعم الجانب الفني لاداء الوزاره، تعرف الملف ملف المياه ملف سيادي والوزاره تدير الجانب الفني من عنده، اعتقد تواجد يعني معالي وزير الموارد المائيه الاستاذ عون الدياب باعتباره احد اهم خبراء الري بالعراق بادارته راح يمنحنا فرصه تاريخيه لسنوات لهذه السنه. من بغداد المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه ومدير عام الهيئه العامه للري والاستصلاح الدكتور خالد شمال، شكرا جزيلا لك.